إن المصاف الآباء القديسين لما تقطروا من نقاصي المسكونات اعتقدوا بجوارح دين وطبيعة واحدا للآب والابن والروح القدس وسلام إلى البيع سر تكلمي بله تسليما جليا فإذ نمدحه مع إيمانا نغبطهم قائلين يا لكم من جيش إلهي يا جنود معسكر رب الله جينا الله جينا بالله كوام أكيب الجلد العقل الكلية تضيع يا أبراجا مني لسهيونا سريا يا أزهار في الناس العاطرة تشذان والأفواه الذهبية للكلمات يا فخر النقية وبهجة مسكونة تشفعوا بلا انقطاع من
من أجل نفوسهم.